إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعذروني على التأخير لبعض الأيام، وإنما هو تعب من الشغل وبعض المرض الذي أصاب فمي، فأنا أتكلم بصعوبة. القصة اليوم ستكون على يوسف، يوسف الصديق، يوسف النبي، يوسف ابن يعقوب، يوسف ابن عمران. يوسف من بين ما يعني يتفرد به موسى، يتفرد به يوسف عن بقية الأنبياء، أن النبوة أتته وهو صغير، وهو كان في الجب، وأوحى الله إليه في الجب وهو كان صغير، وهو كان أقرب أولادي إلى أبيه، ليس لصغره ولكن لعلمه. فكان الأب يعني يعقوب أو عمران، فيعقوب هو عمران، سنفسرها في درس لاحق. فعندما كان يعقوب يطرح الأسئلة على إخوته، كان الجواب من يوسف، فيرى يعقوب العلم قد نزل على يوسف والحكمة عند رب العالمين، فكان يحبه حبا جما لم يحبه أب لابنه قط. فكان يوسف من الأنبياء منذ الصغر، لأن ذو النون سيدنا يونس أصبح نبي بعد أن قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني قبل أن يدخل الحوت ما كان نبي، كان ذو النون، وبعدما خرج من الحوت أصبح يونس النبي وذهب إلى 100,000 أو يزيدون. ومن أنبياء ما تعلمون من أتته النبوة وهو كبير، موسى ابن عمران، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في السنة الـ40. هناك نبي آخر أتته النبوة وهو صغير، وقد تكلم بها وهو في المهد، وهو عيسى بن مريم. أتت به أمه إلى القوم فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم في المهد صبيا؟ أجاب عليهم أنه هو نبي الله، وأنه أتاه الله الحكمة والملك، ولكن بني إسرائيل كذبوا به وأرادوا قتله رغم ما أتتهم من بينات من عند رب العالمين ومن الآيات، كفروا بها. بعث الله لهم آلاف الأنبياء، منهم من قتل ومنهم من كذب. وإن اخترناكم على علم من العالمين، اختارهم ليس لحبه لهم، ولكنه اختارهم لأنه يعلم أن هذه الفئة من الناس اليهود أناس يتعلم منهم الآخرون، يعني الأفعال التي يفعلونها يتعلم منها الآخرون. اختارهم الله اختيار وبعث لهم الأنبياء، ومن قصصهم ذكر ما ذكر الله تكاد نقول نرى أنه في القرآن إلا بني إسرائيل. في كل سورة هناك بني إسرائيل وقصص بني إسرائيل كلها، لكي يعتبر بها المسلمون، وليست هكذا ذكرى للذين يعني يقرؤون القرآن فيقولون كان اليهود يفعلون وكان اليهود يفعلون. لا، تلك القصص كانت لك أنت. ومن بين القصص قصة يوسف، ويوسف من بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب، فهو من بني إسرائيل. قصة يوسف وسجن يوسف والنهضة، هذا الحزب أو هذه الفرقة الضالة المضلة التي ابتلينا بها في تونس ابتلاء لعل الله سيعذبنا بها عذابا شديدا، وذلك لخروجنا على حاكمنا بغير حق
لأن الخروج على الحاكم بالحرية وخبز وماء وبناء عليه، لا، والكرامة الوطنية والشغل والتشغيل وغيره. كم لبث بن علي في الحكم؟ 27 سنة. ستظلون في تونس 27 سنة في ظل حكم هؤلاء، ولن تأخذوا منهم عشر ما أعطاكم إياه بن علي. لا أدافع على بن علي كإنسان، إنه فاسق، لا أدافع عليه، ولكن أدافع على سنة محمد الذي قال: لا تخرجوا على ملككم ولو كان فاجرا، لا تخرجوا على أميركم ولو كان فاجرا، لا تخرجوا على أميركم وأن ضرب مالك وأن ضرب ظهرك جلد ظهرك وأخذ مالك، لا تخرج على الأمير، لأنه يعلم إن عندما ستخرج على الأمير سيحصل ما حصل في بلاد العرب الآن من الهرج. قال: 50 سنة فاجرة، يعني من الحكم الفاجر خير من شهر في الهرج. 50 سنة يعني حكم فاجر يحكمه إنسان فاجر في دولة مسلمة خير من شهر في الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل والكذب، وترى القتل في ليبيا وسوريا، وترى الكذب في تونس. كم كذبوا عليكم في تونس منذ الثورة؟ كم كذبوا عليكم؟ يا أخي، من الذي لم يكذب عليكم بعد الثورة؟ من الذي لم يكذب؟ أعطيني لنكن فرضا، أعطيني اسم لم يكذب عليكم بعد الثورة. تدخل الفيسبوك تلقى الكذب، تدخل أي بلاصة تلقى الكذب، تمشي تصلح كهربتك تلقى الكذب، تمشي تدخل السوق تلقى الكذب، تمشي تعمل أي حاجة إدارية في الدولة تتطبق كان الكذب. قل له أعمل مش نعمل، يقول لك أعمل شي البلاصة الفلانية، دور على اليمين على اليسار، دور على اليمين على اليسار، ما تلقى حد شيء، تلقى الكذب. الناس والشعب كله يكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى. قال النبي، قال الله في سورة النجم، قال: والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى، وإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى جبريل. شديد القوى جبريل. قال: والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى، يعني النجم يهوى من السماء ولا يظل محمد، يعني من قاله ما قاله محمد طيلة حياته بعد النبوة يجب أخذه كاملا، فهو من وحي الرحمن. تعدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة فرأى رجلا يأكل بشماله، قال له: لا تأكل بشمالك، كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال له: كل بيمينك. قال له: لا أستطيع. قال له: كل بيمينك. قال له: لا أستطيع. قال له: ما استطعت. فلم يستطع أن يحمل يده إليه، لأن الذي قال له كل بيمينك قال الله له كل بيمينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديثه وقصصه مع أصحابه يجب التصديق بها، ويجب العمل بها، ويجب خاصة 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 التدبر بها. قال: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ هذا الرجل لم يصلي ولم يزكي ولم يفعل الخير في حياته قط، ما زال بسيفه على المسلمين، وقتله أحد من صحابة رسول الله، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وقتله الصحابي، قال: قتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال له، قالها يعني ليس من قلبي، قال: وشققت على قلبه. ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن السيف وسيف المسلمين ليس على المسلمين، والسيف لا يكون إلا لحد، إلا لحد، إلا لحق. والذي له القدرة ويعني ويسمح الله له أن يحمل السيف، الوحيد الذي يستطيع أن يحمل السيف هو أمير المسلمين. فأمير المسلمين يستطيع أن يحمل السيف، إن رأى فتنة في بلادي فيطفئها بالسيف فليطفئها، وإن رأى منهم من خرج عليه يريد أن يدخل البلبلة والفتنة في البلاد فخرج عليهم بسيفه فليخرج، ومن رأى من بعض الجماعة أيضا من خرج على البلاد لكي
يحدث الفتنة في البلاد، فخرج بسيفه فله الحق في ذلك، والله الذي فوق 7 سماوات هو الذي أعطاه هذا الحق وليس لغيره. لا للفرقة أن تحمل السيف فتقول نحن الفرقة الفلانية ثم تخرج على الأمير، هذا لا يجوز. وذاك الكلب الغنوشي، اليوم سنحكي على النهضة وقصة يوسف، سأحكي عليك أحكي لكم من الغنوشي الشيخ الدكتوراه، عن دكتوراه شريعة الشيخ، يعني هو راه نائب يعني مدير ولا اتحاد علماء المسلمين، هو النائب نتاع القضاء، يعني الشيخ العلامة الغنوشي هذا بتاع تونس، أقسم بالله العظيم إنه أجهل من أجهل من أجهل من أجهل من أجهل صحابي، مش قول صحابي، من التابعين 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 التابعين، أجهل منهم 10 مرات تحت الأرض. هذا الرجل قالوا له هل يجوز الخروج على الملك الظالم؟ شوف القذارة، شوف يعني كيف هؤلاء الإخوان المسلمين يؤولون الدين لمصلحته. قال له أولم ترى أبا بكر كيف خرج على المسلمين ليفتك الزكاة بالسيف، وكيف خرج على المرتدين قال له خرج على المسلمين فقاتل المسلمين الذين لا يؤدون الزكاة، هم لا يؤدون الزكاة ولكنهم مسلمين، ولكن رغم ذلك خرج بالسيف فقتلهم. إيه نعم خرج بالسيف ليقتلهم، ولكن من الذي خرج بالسيف؟ النهضة خرجت بالسيف، الجبهة الشعبية خرجت بالسيف، شنو الحزب الآخر، تحيا تونس خرجت بالسيف، نداء تونس خرج بالسيف، خرج بالسيف هو أبا بكر وقتها هو خليفة المسلمين، يعني أمير المسلمين، يعني الحجة هذه اختارها هو هي ضده وليست عليه، هي عليه وليست له. فالذي خرج بالسيف هو أمير المؤمنين، والذي له حق بالخروج بالسيف لكي يطفئ فتنة في بلادي هو أمير المسلمين حصرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الخروج إلا من أتاكم بكفر بواح، يعني فيه لكم يا الله برهان، يعني ما ثماش حد مع واحد آخر ما يتفقوش أنه هذا الرئيس كافر. قال من يجي يقول لهم أنا كافر، لا أؤمن بالله ولا أؤمن بمحمد، ويغلق المساجد الكل وليست هناك صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا غيرها، ولا احتفالات بالمولد النبوي ولا بالأشعار الإسلامية المتعارفة والمتواجدة، يعني الاحتفال بالمولد النبوي هذا نحكي له زيادة في فيديو آخر إن شاء الله. يعني سمعوني أصدقائي، قد ما نحكي تحلي أبواب يتحلوا، أنا قد نحكي يعني غدوة الصباح ما نجمش نوقف، تو لازم نوقف ونحكي على قصة سجن يوسف عليه السلام والنهضة بعد الثورة المباركة المجيدة أونتر غيمي. مسلمين ما عندناش ثورة، احنا ليست لنا ثورة في دين الإسلام، الثورة هذه جت من فرنسا ومن بريطانيا والثورات الفرنسية. الثورة الفرنسية إذا الواحد يعرف التاريخ الأصل بتاعها صهيوني، القضاء على الملكية والحكم الملكي في أوروبا، فكان من بين يعني الذي فعلوه هي الثورة الفرنسية، ونذكر ذلك الثورة البولشوفية والثورة البريطانية والثورة ثورات في ألمانيا، وكل الثورات التي خلقت في أوروبا كلها يعني كانت في مصلحة اليهود الصهاينة الذين يريدون أن يعني يؤسسوا دولة في فلسطين حتى يخرج الدجال الذي هو ربهم ورئيسهم فيحكم العالم من فلسطين من القدس، لا علينا. فخرج أحد من النهضة قال نحن كنا في سجن يوسف، سجن يوسف يعني أنت،
كنت في سجن يوسف يا غنوش. من كان في سجن يوسف؟ الذي قال هو الذي ترشح للرئاسة، والذي ابتعد عن النهضة، الذي قال البرد قارس للسيتراع رواه جبالي. جبالي هذا قال نحن كنا في سجن يوسف. يعني انت تقارن روحك بيوسف النبي، يعني القصة متاع سيدنا يوسف ربي يذكرها في صورة كاملة، ما ثماش قصة في القرآن ذكرت في صورة كاملة كقصة يوسف وفيها من العبر العظام، ولكن الناس يمرون عليها مر الكرام، لا يعلمون يوسف إلا في التلفاز، في فيلم يوسف، فيلم يوسف يعني تغرموا به وتفرجوا عليه وشافوا عجبهم فيلم مسلسل. أما ماذا تستخرجون من قصة يوسف من العبر العظام التي ذكرها الله في هذه القصة فلا حياة من تنادي. أنا لا ألوم الناس وعادي، ولكن ألوم المشيخات وألوم علماء الدين. أين هم؟ يعني واحد يصيب بالحصن هذايا الشيء، بالحصن بتاع مساكن هذايا، يعني كي مات شو اسمه هو، كي مات محمد مرسي عمل خطبة كاملة فمشي يعني يسب فيها السيسي، يعني يسب فيها أمير مصر، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا امراءكم، ويسبوا الامير ولعنة الله عليه ربي سيأخذ اخذ عزيز مقتدر وكذا وكذا، ومرسي ويبكي على مرسي لانه هو من اخوان المسلمين، فمات لهم احد من اخوان المسلمين، هذا محمد مرسي هو راس من اخوان المسلمين مات، اخذه الله من الحكم هكذا. يا أخوتي إن كان على حق فلماذا أخذ هكذا؟ سأقول لكم لماذا أخذ الله من الحكم أخذ عزيز مقتدر وسلط عليه من الذين لا يخافونه وحكم عليه بالإعدام ثم مات في السجن. فهذا بالحسن عمل خطبة كاملة على مرسي، يعني ما دخلنا ودخل مرسي وما دخلنا وما دخل السيسي، ثم مات رئيس الجمهورية التونسية ولم يجعل في خطبته ولو كلمة واحدة ينعي بها رئيس الجمهورية. يعني شوف هؤلاء الناس يأخذوا من القرآن ما يعجبهم، يأخذوا من الدنيا ما يعجبهم، فيكفرونه ويشعلوه ويكبروه ويرخموه، بعد يجي يكذبوا على الناس على المنابر. منبر الرسول هذا، والناس تصدق على كلامه هكا وتصدق كالحيوانات ساكن الناس. هؤلاء حكموا في الدين في الناس مدة أكثر من 150 سنة، ما كان من حكمهم إلا الخراب المسلمين. فقال نحن كنا في سجن يوسف. يا أخي تقارن نفسك بيوسف عليه السلام؟ هذه أولا ليست بمقارنة، أولا لا تقارن نفسك بنبي، لست على قدره في أي شيء، هذه أول. الثانية، لماذا دخل يوسف السجن؟ يوسف دخل السجن لأنه هرب من الدنيا، جاءته الدنيا في امرأة، هذه المرأة ربته منذ الصغر، فعندما كبر وشد جسده وزينة وجهه فتنعها، فدخل الشيطان إلى قلبها فأرادت يعني أن تفعل رذيلة معه. فماذا فعلت هذه المرأة؟ هذه الدنيا غلقت الأبواب، يعني هناك ثلاثة أو أربعة أو خمسة أبواب غلقتهم،
القرآن ربي قال غلقت الأبواب، وقال لم وقال ولم يقل غلقت أو أغلقت الأبواب، قال غلقت الأبواب، يعني أحكمت يعني غلقهم وخلت يعني وجعلت وراء كل باب حرس لكي لا يفلت يوسف. الأبواب كلها موصدة مغلقة محروسة من كل شيء، ويوسف في الداخل فلا يستطيع أن يخرج. غلقت الأبواب، لم يقل الله عز وجل في كتاب العظيم أغلقت الأبواب، قال غلقت الأبواب لكي لا يستطيع موسى أن يفر، لكي لا يستطيع يوسف أن يفر. ثم حكت مع سيدنا يوسف، يوسف كان ينظر إليها وكأنها أمه، ربته منذ الصغر، أخذته من الماء، قالت املأت فرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، يعني ربته في القصر فهي كأمه، فأخذ يحكي معها كأنها أمه. فلما اقتربت منه يعني واقتربت من يوسف، كان في يوسف بقلبه المضيف أنها أمه، حتى ولو ربتت على ظهري أو ربتت على شعري فهي أمه. ولكنه بعدها أحس بأن هذه المرأة ما تفعله ليس لأنها أمه لأنها تحب وتعطف عليه، ولكن لأنها تحب الرذيلة. فهكذا كان برهان ربي، يعني المفسرين في القرآن يقول لك لا، سيدنا يوسف هم بها، هم بها، يعني هو سيدنا يوسف أراد يعني أن يعني جاته فترة ضعف وأراد أن يدخل في الرذيلة مع أم يوسف، مع أمه، يعني مع هذه المرأة فرعون. ولكن رأى برهان ربي، يا أخي ربي امتنع، يا أخي إن رأى برهان ربه وامتنع، يعني شنو هو الحكمة من القصة هذه الكل؟ يعني هو نبي، يعني جاء يفعل الرذيلة، ربي بعث برهان قال له ذلك رأه النار وكذا، ربه خاف من ربي وخرج يعني من البيت يجري. طيب هذا تفسير القرآن العظيم، يعني هذه حكمة رب العالمين، يعني هي المرأة قربته وهي كأمي وربطت على ظهري وعلى جسدي وهو يعتبرها كأمي، فلما أحس منها أنها تريد الرذيلة ذاك هو برهان ربه. برهان ربه رآه في تلك المرأة التي تفعل له من الأفعال ما تدل على أنها تحب الرذيلة، فدفعها وقال معاذ الله، يعني فهم يوسف قصدها فقال فدفعها فقال معاذ الله أنا لا أفعل ذلك. ذلك هو برهان ربي، رأى برهان ربي في تلك المرأة أنها تريد أن تفعل به الرذيلة. فلما علمه ورآه بعينيه يوسف دفعها وقال لها معاذ الله أنا لا أفعل ذلك. قالت ستفعله رغم أنفك وأنا يعني سيدته، قال لن أفعله ولن أفعله ولو كان ذلك يعني مقابله أن أدخل الحبس أو أموت. هذا الصديق يوسف التي أتته الدنيا في جسد امرأة، غلقت عليه الأبواب وأتت إليه وفتنته في جمالها، أرادت أن تقترب به وأن تغيب، ولكن دفعها وقال معاذ الله وأراد أن يخرج ويهرب. فلما أراد أن يخرج ذهب إلى أحد الأبواب فرآها مغلقة موصدة، ثم ذهب إلى الباب الآخر وهي في قفاه تجري، حتى إلى وصل إلى الباب فخلعه الباب وخرج، وأخذت هي من قميصه من دبر فقطعت القميص. فعندما خرج رأى الألف، يعني رئيس مصر والفرعون أمامهما، انظر مكر النساء، قالت له كيف تفعل
برجل يفعل في بيتك هكذا، يعني دافعت عن نفسها يعني في نفس الوقت، يعني لقت ماذا تقول، يعني من الأقوال ما تقوله لرجلها، ماذا تفعل برجل أراد أن يزني بامرأتك؟ فغضب فرعون وجاء أحد من أهلها يقول: هذا الرجل أنزل الصدق على لسانه، الله أنزل الصدق على لسانه، قال: إن قميصه قد من دبر فهو من الصادقين، وإن قميصه قد من قبل يعني قدام فهو من الكاذبين وهي من الصادقين. فلما رأوا أن قميصه قد من دبر يعني أصبح هو من الصادقين، ولكن هيهات، يعني هي مرأة فرعون، وعندما سيحكى أنها هي من أرادت أو فتنت ابنها سيتمر الخبر في القصر، ويخرج إلى ما بعد القصر ويلقاها الأهالي، وتكون له فضيحة. فأراد فرعون أن يغلق هذه الفضيحة بأن يدخل يوسف إلى السجن لكي يعلم ما في القصر أنه هو من أراد أن يفتن امرأته وليس العكس. والحق أن امرأته هي التي أرادت أن تفتن يوسف فأدخله السجن. يعني يوسف دخل السجن لماذا؟ لأنه هرب من الدنيا، وهرب من فعل الفاحشة. والنهضة دخلت السجن لماذا؟ دخلت السجن رغبة في الدنيا، أرادت الحكم، أرادت كرسي الحكم، يعني هي رغبت في الدنيا، حبت الدنيا. يوسف هرب من الدنيا، النهضة حبت الدنيا، حبت الكرسي، حبت أن تحكم في تونس، فدخلت السجن. يعني بينات الاثنين 180 درجة ما يتقابلوش. وبعد دخلنا الزوز للسجن يا سيد، سيدنا يوسف في السجن ايش كان يعمل؟ كان يدعو إلى الله، قالوا يا صاحبي السجن، قالهم يعني الإله المتعدد خير من إله واحد فطر السماوات والأرض. كان يدعو إلى ربه بكلم حسن، فكان السجناء يرونه ويسمعونه، فكان في قلوبهم يعني كما يقول يعني حسن لهذا الشخص، وحب لهذا الشخص الذي يخرج من فيه كلام طيب ويدعو إلى الله بالمعنى الحسن. فأحبه السجناء وارتاحوا إليه. وماذا كان تفعل النهضة في السجن؟ كانوا يتصلون برفقائهم فيكتبون المناشير، ثم يخرجونها لكي يعطونها للذين الكوادر، يعني لكي يفعلوا الفتن في البلاد والتفجيرات وقتل المسلمين. يعني هذا يدعو إلى دين الله ودين الإسلام والمسلمين، وهذا يدعو يعني يخطط للخروج من السجن، ويخطط يعني لفعل ثورة على الرئيس باش هو يخرج من السجن. يعني ثاني حاجة 180 درجة. وكيفاش ربي كيفاش خرج سيدنا يوسف من السجن؟ يوسف دام في السجن 13 سنة لأجل يعني ظلم، دخل للسجن بظلم 13 سنة. والآخرين دخلوا إلى السجن 13 إلى 16 سنة، وقامت الثورة وأخرجوهم الناس. فكان منهم يعني خرج سيدنا يوسف بحلم، ربي بعث حلما في رأس فرعون هو نائم. كما أنه فسر يعني كما قلت لكم يعني في الحبس ارتاحوا إليه بكل شيء، جاوه جزء من الناس يعني قالوا له بالله أفتينا في حلمنا هذا، يعني ما فهمناش. قالوا له أنت راجل طيب ومؤمن، يعني نجم تفسر الأحلام. قال له أنت يعني تأكل الطير من رأسك والآخر يعني فهمت. فلما يعني زوز هذوما خرجوا من السجن، واحد أعدم والآخر خرج
الخرج هذايا وقت صنع بحلمة فرعون واللي نجم يفسرها حتى حق قلم راه هناك في السجن أحد اسمه يوسف راه يفسر الأحلام. فخرج يوسف من السجن يفسر حلمة فرعون، ولولا تفسير يوسف لحلمة فرعون لمات شعب مصر كاملا. يعني يوسف ربي خرجه من السجن بحلم، الله لا يخسر حاجة كبيرة يعني باش يخرج ولا باش ينصر عباد المسلمين. جنود ربي لا يعلمها إلا هو، يبعث لك نملة، يبعث لك حشرة، يبعث لك حلم، يبعث لك يعني الله سبحانه وتعالى يعني ما يخسرش على الإنسان حاجة كبيرة. نمرود وما أدراك بعث له يعني ذبابة دخلت في أنفه فاتت إلى رأسه فجعله يلطم في وجهه كل يوم، وهو يلطم في وجهه لعنته. ذبابة والنمرود، النمرود لم يقدر على ذبابة، ذبابة فعندما خرج من السجن سيدنا يوسف بن سير عمل ثورة وهاج على الحاكم وشد مرت الحاكم وقتلها تقتيل اللي هي تسبب في العذاب بتاعه لمدة 3 أشهر، وأراد تدمير الدولة وغيرها، وكون حزب وعمل له كل شيء. لم يفعل ذلك، يعني أتاه الأمير اللي هو كافر فرعون، قال له أنت اليوم لدينا مكين أمين، يعني يفعل الأخطار اللي تحب عليه يا يوسف. قال له خليني على خزائن الأرض، وزير على خزائن الأرض، لأن خاطر يوسف يعرف روحه أنه يعرف كيفاش يقسم الأرزاق بين الناس. هذاك علاش اسمه ذو الكفل، ذو الكفل يعني يعرف يقسم الأرزاق بين الناس، فذو الكفل هو يوسف. قال له حطني على خزائن الأرض، فأنا يعني مكين أمين. وهذيك يعني من حكمة ربي أن نخليه على خزائن الأرض باش يكون بعد يعني أخته يجيو ويكون اتصال بأخته وبأبي من بعد. هذيك حكمة ووحي من عند رب العالمين للنبي يوسف. النهضة خرجت من حكم الشعب، خرجت يعني من السجن شعبنا. شكون خرجها هو؟ الشعب التونسي رجعهم من برا، والشعب التونسي يعني اش عملت البلاد للشعب هذا اللي خرجها من حكم؟ دمرته تدمير، دمرته بالإرهاب، خوانجية، بعثت ناس روسيا تقاتل في سبيل الشيطان، قال له اذهب يعني فإن أردت الجنة فاذهب إلى روسيا إلى سوريا فجاهد، يعني هم قاعدون كما شو اسمه هو يعني شيخ مور ولا جبالي ولا ديلو، ديلو صغير في العمر يعني، ولا لاخر زيتون صغير في العمر، ميحبوش الجنة يا أخي، ميحبوهاش الجنة هما، يعني يبعثوا في الشباب التونسي باش يدخلوا الجنة وهم قاعدون يعني. نحن قاعدون، إذا فقاتل أنت وربك فنحن هؤلاء نحن قاعدون. قلت لكم راعي النهضة هي صهاينة المسلمين، قالوا لي كيفاش؟ يعني نفس الأوصاف، أنت اليهود، أنت الصهاينة موجودة في النهضة، في كل شيء، عدم الأمانة، في القتل بالغدر، في الغدر، في كل شيء، كل أوصاف الذميمة، الكذب، البنفيستا، الحب المال، الحب جمال، الحب الملك، في كل شيء. موجود في النهضة يعني في صهاينة في اليهود، هزوا شباب تونس وغروا بيهم مش يقاتلوا في سوريا، دمروا عائلات، خذوا الكهرباء وخذوا يعني قصور في بلايص في تونس بلاش فلوس، بعض منه عنده 3 أو 4 كهرباء وحراس وخدم وما غيره. هذا الكل يا أخويا تعويضات لكم أنتم يا أخي، أنت تعوض لو الشعب خرجك من سجن، كنت في السجن وخرجت يعني الحرية جازية هكا شعب، تفتك المال متاعه، يعني تفتك المال متاعه وتقول تعويض، تعويض على شنو يا أخي؟
يا أخي أنت تحب تاخذ وتوصل للحكم مقبل، وعندك ايديولوجي في مخك من اخوان المسلمين ومن سيد قطب، وتحب توصل للحكم، والحكم سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين، تجم توصل كيما تجم ما توصلش وتدخل الحبس. يا أخي تحمل مسؤوليتك، أنا شي يهمني فيك؟ نعوض لك على شنو يا أخوي؟ بأخي دخلت الحكم أنت يعني من بعد باش ترجع لي تونس نيويورك ولا لاس فيغاس ولا بريطانيا؟ كيما معاك خذيتو الحكم ووريتونا تونس كيفاش، تقضيتو عليها تونس اقتصاديا سياسيا أخلاقيا اللي تحب عليه أنت كله. اللي عامل بن علي في تونس 27 سنة ولا 30 سنة، انتم اشتغلوا قد 10 مرات في المدة اللي هو قاعد فيها بيعقوب. والواش هذا تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلام راه لا ينطق عن الهوى، راه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخرج على الأمير، لا تخرج على الأمير، وإن جلدك وإن فلك مالك وإن جلد ظهرك. فبوان بار يا ربي كيفاش نصبر؟ اصبر كو، قال اش تعمل؟ قال نصبروا اصبروا انا فرطكم على الحوض. قال لهم سيكون اهانات واهانات واثر اثر، يعني الناس تاثر الناس دنيا ليله، سيكون عليكم اثر وناس وافعال تنكرونها نفعل. وابن علي كان يسكر المسجد بين الصلوات منكروها فهمتي، وكانوا يعني امراء لا يستنون بسنتي ولا يعني يتبعون الاسلام، وهم فجر فسق. قال يا رسول الله إن أدركناهم ونخرج عليهم بالسيف؟ قال لا، ما قام الصلوات. إذا الصلوات موجودة والمسجد يعني تؤذن، والصلوات التراويح والصيام موجود، والزكاة وكل شيء، والحج موجود في البلاد، كو نطيعوا الأمير مهما كان. حرية حرية شنو هي الحرية هذه؟ الحرية اللي خديناها في تونس تعرف شنيا؟ أن واحد يقعد يسب في واحد والآخر يقول له كيفاش تسبني؟ يقول له أنا حر. هكا ربحنا من الحرية في تونس. كلام فارغ. حرية المؤمن تعرف شنيا ولا؟ حرية المؤمن هو أن يذكر الله، حرية المؤمن هو أن يتعبد الله، حرية المؤمن هو أن ينيب إلى الله، أن ينيب إلى الله، هذيك هي حرية المؤمن. إن سلبت له هذه الحرية فلا يصبح مؤمنا. فالنهضة هذه يعني خرجت من الحبس، عملت حزب ومقر حزب وميارات جاية من برا وفلوس ودوالب وتعويضات للناس، والناس اللي كانوا في سليمان وكانوا كذا وردتهم يخدموا في الوزارات، بعض منهم اللي كان في الحبس 15 سنة ولا وزير ولا رئيس حكومة، يعني كيفاش إنسان في الحبس 16 سنة أخرج ما يعرفش البورتابل، البورتابل ما يعرفوش، سمارت فون ما يعرفش كيفاش يستعمل، ما يعرفش. خليه أنت رئيس حكومة، يعني كيفاش؟ فهموني يا ناس، فهموني كيفاش الدولة والناس غضب أنهم يحكمهم واحد كيما هذاك. يعني سجن يوسف، ويوسف لا علاقة بالناظر 180 درجة. يوسف كان دخل السجن هروبا من الدنيا ونادى إلى ربي في السجن، وخرج من السجن وحكم تحت واحد كافر اللي هو فرعون، خدم وزير تحته، ما خرجش عليه وقال له حطني على خزائن الأرض، وحطه على خزائن الأرض وهو وهو عرفه الكبير فرعون، يعني لازم هو يسمع كلام فرعون، وهو يوسف نبي مسلم. والنهضة دخلت الحبس لأجل الدنيا، لأجل الحكم، لأجل يعني الجاه والإسلام في خطر. والكلام الفارغ، الإسلام في خطر، الإسلام جبته أنت، جابه رب العالمين. إنا أنزلنا الذكرى، إنا أنزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يا أخي الذكرى هو القرآن برك، الذكر هو الدين، الدين الإسلامي، وإنا له لحافظون. وإن أراد ربك لآمن من في الأرض جميعا. شو اللي وسطاء على الناس، وسطاء يعني قدام ربي، بين ربي وبين الناس، يعني باش أنتم تنشروا الإسلام وتعملوا الخلافة الراشدة، قالك الخلافة الراشدة. يا أخي توقر نفسك بيه،
بأبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، يعني صديقين قليل الخلفاء. الخلافة الراشدة على شنو؟ يعني راشد الغنوشي، الخلافة الراشدة يعني راشد الغنوشي بشوية هو خليفة أمير المؤمنين. والله العظيم شيء ده يعني جهل. أكل شوفوا البلاد كيفاش شوية، شوف يعني لك الحقد اللي في القلب، قعد 15 سنة واحد خرج يدعو إلى الله ودخل الحبس، قال الحبس خير لي من أن أفعل الرذيلة مع تلك المرأة، يعني قال لهم الحبس خير لي من الدنيا وما فيها، والآخرين الحبس دخلهم الحبس على خاطر أنهم يحبوا الملك، ويحبوا يوصلوا الكرسي، ويحبوا يفرضوا إيديولوجية معينة. خاطر النبي نتاعهم راه مش محمد، النبي نتاعهم هناك السيد قطب وقبله حسن البنا، هكا هم الكتب نتاعهم، عندهم الكتب نتاعهم وعندهم الريكوموند لي ديس ريكومونداسيون كيما في يهود ما في اللوح الواح ربي يعطيها بطء على سيدنا موسى عليه السلام، في 10 يعني ريكوموند، هما زاد في كتاب ما عندهم 10 ديس ريكوموندمون. حتى هذاك الوهابية، هذاك محمد بن عبد الوهاب الحراني، هذاك النجد الحراني الكلب، كيف عنده كتاب فيه 10 نواقض للإسلام، كلهم 10 يعني. فهي النهضة يعني ما تقارنش روحك لا بالأنبياء ولا بيوسف. يوسف عليه السلام يعني علمنا الابتعاد على الدنيا مهما كانت. وباش نزيدكم في قصة يوسف على النساء اللاتي قطعن يداهن بالموس، قال لك شنو المرأة متاع فرعون، يعني كي سمعت أن الناس تحكي لبنات القصر تحكي كيفاش امرأة العزيز دارت على ولدها، يا أخي عايزة تلهم، فهمتني؟ عايزة تلهم كل شيء وكذا، وأعطت لكل منهم سكين. يعني تعرف ليش أعطت لهم سكين؟ يعني هي تو مرأة فرعون أعطتهم سكين باش هي تعرف أنهم بعد باش يقطعوا أيديهم، يعني هي يوحى إليها من عند رب العالمين، يوحاش إليها من عند رب العالمين، أعطتهم سكين. لماذا هذا السكين؟ ليستعملوه كأداة للفرض على يوسف الرذيلة. لذلك علاش ربي قال اللهم نجني منهم، يعني دخل النساء يعني بالموس، يعني يا تفعل معي كذا يا أقتلك على يوسف. أعطتهم يعني أداة متاع قوة متاع فرض. بعد أن يوسف قتل أدخل عليه، هما يعني في مخها هي كيفاش تدخل عليهم ويشوفوا الزين متاعه وكل شيء، باش يهيجوا عليه، مفهمش يقول سبحان الله هذا شنو الجمال كل شيء، يهجموا عليه وبالسكينة هذيك يا يفرضوا عليه يا يقتلوه هما الكل. يرتحوها من يمسك، هذا هو كان الكيد متاعها هي. ولكن رب العالمين شامل رب العالمين هما يعني قصوا التفاح شكل فاكهة وتخلى عليهم، يعني اخي الموس مشات في ديهم بنية هبطت، يشافوا ديهم بالدم وكل شيء، ما نجموش حتى يقربوا له اصلا، تلاقوه في الواحد وهربوا يديه مقطوعة وعقب المقطوعة بالسكاكين. ونجى سيدنا ونجى ربي سيدنا يوسف يعني بحاجة سهلة بمكة امرأة فرعون، هذاكم سكاكن نجى بهم ربي سيدنا يوسف، أنه خلى السكاكن هذوكم يقطعوا أي أيدي مساري حبة تجي تعمل رذيلة. فهمت سيدنا يوسف قال اللهم نجني منهم منهن إن كيدهن عظيم، يعني كنت خلى نجيني منه، يعني كان خايف سيدنا يوسف يدخل، يعني كان بالأحرى أنهم يخرجوا عليه يا يقتلوه يا يلزموه في شعر ربي العام، ولكن خاطر هما 5 6 7 10 يعني كل واحد عنده سكين يغلبوه، ولكن الله أبى ونجى عبده بدعائه لأنه رآه اختبره في الأولى، فقال الحبس أحب إلي من الدنيا، أحب إلي من أن أفعل هذا،
اختبر وعلم صدقه، فنجاه في الثانية عندما دعا ربه. فأخذنا يعني السكاكين وقطعنا يدهن، فلما قطعنا يدهن لم يستطيعوا أن يقدروا عليه، وهرب يوسف ونجاه الله من النوم كيده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.